بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية على بركة الله تعالى. أعلنت انطلاقة الشوط 16 المخصص إلى سن الإذاعة الجعدان، المهجنات الأصايل هجن أبناء القبائل في الرحلة أيضا 5 كيلومتر خصصت هذه المسافة إلى هذا السن. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح والناموس. نرحب بالأصايل ونرحب بعشاق الأصالة وأيضا المشاهدين ومحبين هذه الرياضة، الرياضة العربية الأصيلة. هناك الصدارة والمقدمة حبلنا الكريم. أيضا نفتتح الإذاعة بشاهين الحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي، أيضا مقدم لنا أيضا شاهين على المركز الأول، بينما المركز الثاني أصبح من نصيب مودع المبارك بن سالم بن قروش العويسي يقدم لنا مودع على ثاني المراكز. المركز الثالث يتقدم مبشر لسالم بن سعيد بن سالم بن عمير الاشتبي، أيضا يتقدم في هذه اللحظات. بينما الدور دور المركز الرابع اللي غير الآن وبدأ يتقدم في هذه اللحظات، اللي هو المختبر لمحمد بن علي بن راشد الاشتبي، أيضا يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث وعينه على المركز الثاني. أنتقل مباشرة إلى المركز الرابع اللي هو هدف سيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي، مقدم لنا هدف على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول أيضا من هنا، الوصول أيضا في هذه اللحظات من مبعد هلال بن سعيد بن عبيد المزروعي، أيضا مقدم لنا مبعد على المركز الخامس. بينما الوصول في هذه اللحظات من شعار جديد حامل القوة والإثارة والتحديات، يا سلام يا سلام. هنا الوصول أيضا من سراب لعبد الله بن سالم بن محمد بن قطامي، أيضا مقدم لنا سراب على المركز السابع. والمركز الثامن أصبح من نصيب شاهين لخليفة بن سويدان بن مصبح الاشتبي، المركز التاسع. الله يا سلام، المركز التاسع. هنا الوصول من همام محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، يقدم لنا همام على المركز التاسع. والمركز العاشر اختم النداء بغازي لعلي بن عبد الله بن معدن الاشتبي، هو من يتابع هذا الشعار على المركز العاشر. نداءنا الاول حبلنا الكريم للعشر المراكز الاولى المتقدمه، دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام لنا عوده والعوده حميده باذن الله تعالى. هناك القياده والصداره، يا سلام. شاهين هو من يتصدر قائمة هذا الشوط منذ انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظات. الحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي هو من يقدم لنا هذا الشعار، يا سلام. من يحمل رقم 23 مدون عندنا هنا أيضا شاهين الحميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي. بينما الدور دور المركز الثاني، المركز الثاني حبلنا الكريم هدف سيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي، مقدم لنا هدف على المركز الثاني. بينما الوصول ايضا على المركز الثالث المختبر محمد بن علي بن راشد الاشتبي، ايضا ياتي على ثالث المراكز. والمركز الرابع مبعد الهلال بن سعيد بن عبيد المزروعي محتل المركز الرابع. والمركز الخامس يتقدم شعار بن معدن مع غازي علي بن عبد الله بن معدن الاشتبي على المركز الخامس. والمركز السادس من الزاوية اليمنى هناك مودع مبارك بن سالم بن قروش لعويسي سابع المراكز، ياتي ايضا في هذه اللحظات شاهين الخليفة بن سويدان بن مصبح ايضا الاشتبي محتل المركز الثامن. والمركز التاسع اصبح من نصيب مبشر سالم بن سعيد بن سالم بن عمير الاشتبي، واختم النداء بعاشر المراكز سراب عبد الله بن سالم بن محمد بن قطامي. هكذا حفلنا الكريم كان النداء الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة، دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام، ولكن لنا عودة والعودة حميدة بإذن الله تعالى وبقيادة حكيمة مميزة. ما زال شاهين هو من يتصدر قائمة هذا الشوط منذ انطلاقة هذا الشوط، وهو منفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. الحميد بن هاشم بن عبد الله
بن خاطر الشامسي ايضا يتصدر قائمه هذا الشوط، هدف من ياتي على المركز الثاني، ويقدم لنا هدف سيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي ايضا قدم لنا هدف على المركز الثاني، والوصول ايضا من المختبر لمحمد بن علي بن راشد الاشتبي ياتي على المركز الثالث والمركز الرابع، يتقدم شعار بن معدن مع غازي علي بن عبد الله بن معدن الاشتبي ايضا مقدم لنا غازي على المركز الرابع، خامس المراكز مبعد هلال بن سعيد بن عبيد المزروعي من يحتل المركز الخامس، سادس المراكز الوصول من مودع المبارك بن سالم بن قروش العويسي، وسادس المراكز الوصول ايضا المشاهد لغدير بن محمد بن هندي المهيري، والمركز الثامن الوصول من البطل للسعيد بن علي بن رشيد ليشتبي محتل تاسع المراكز شعار بالغافرية على المركز العاشر مع همام محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي. نداءنا الثالث حفلنا الكريم والأمور ما زالت على ما هي أيضا ولا تغيير أيضا على مقدمة هذا الشوط، وشاهين هو ما زال من يتربع على عرش القيادة من عمق الميدان، متصدر هذه متصدر قائمة العشرة المراكز الأولى الذي ذعناها لحضراتكم بالوفاء والتمام، حميد بن هاشم بن عبد الله بن خاطر الشامسي هو من يقدم لنا، ولكن هدف وصل هدف يا سلام، سيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي يقدم لنا هدف على المركز الثاني، وصول ايضا من شعار جديد مع البطل يا سلام، وصل البطل لسعيد بن علي بن رشيد الاشتبي مقدم لنا البطل على ثالث المراكز، وهناك شاهين غدير بن محمد بن هندي المهيري محتل المركز الرابع، غازي على خامس المراكز، علي بن عبد الله بن معدن الاشتبي خلاص حان وقت الامتحان، الله خلاص جولة الأوامر النهائية والكيلو الأخير، شاهين هو متصدر قائمة هذا الشوط، الله 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 شاهين واسرع مشي واهين الله، ولكن وين هدف، وصل هدف، وصل البطل الله يا سلام، وصل هدف، شوف شوف هدف بدأ يشكل الخطورة النهائية، والبطل أيضا يشكل التماس، التماس خطير يا سلام، ما شاء الله شاهين شاهين صامت صامت صماد الجبال ما شاء الله، ولكن شوف شوف التسلل، لا 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 شوف التسلل من هدف، هدف وصل هدف لسيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي، وأيضا البطل قادم، وصل البطل الله يا سلام، سعيد بن علي بن رشيد الاشتبي، ولكن شاهين ما يسلم ما يسلم ما يسلم أيضا، متصدر قائمة هذا الشوط، ولكن والله الخطورة من هدف، الخطورة من هدف، يبي يسجل له نقطة، يبي يسجل يبي يسجل هدف ما شاء الله، ولكن ارصد مهاجم وصل، وصل مهاجم، وصل ربدان مهاجم بدأ يتسلل من عمق الميدان، من عمق الميدان، حمد بن سالم بن سليم الاشتبي، دائما هذا الشعار يفاجئنا عند الأمتار الأخيرة، سلام يا المدام سلام، وسعد الله صباحك يا حمد يا بن سليم يا الاشتبي المركز الثاني، أيضا فاجأنا اللي هو ربدان المطار بن علي بن رشيد الاشتبي المركز الثالث، هدف للمركز المركز الثالث، هدف لسيف بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي المركز الرابع، ايضا اللي هو شاهين ل بن هاشم لحميد بن هاشم بن خاطر الشامسي، وبقيه المراكز حيل عند اعضاء خط النهايه، يا سلام شعار بن سليم سوى هجوم واسمه مهاجم في اللحظات الاخيره، والتوقيت التوقيت الزمني 7 دقائق 57 ثانيه.